يلي الهوى
يعني مليحة بعد طول سنين بتغني للخال اللي هنا. أيوة للخال اللي هنا. أولا فرحتي كأني بحضن تونس حبيبتي. لما شفتك حبيبتي. احنا كان برنامج اللي جمعنا من مش هنقول من كام سنه اغانينا كان اغانينا يا سلام كان المايسترو وقتها خياط امين الخياط امين الخياط مزبوط. وكان حبيبي الجبلاوي الشاعر الليبي العظيم صحيح. وكانت مليحه وما زالت مليحه حبيبتي. تونس والوطن العربي الله يخليك يا رب مايسترو شكرا. عزيز المصري انت منور استوديو حلوه يا دنيا شرفتني شرفتني الاساتذه ايه الفرقه التخت الموسيقي اللي هو مختصر رائع نورتوني يا اساتذه مليحه اين هذا الاختفاء لا مش اختفاء ولا حاجه بس انا يعني اول ما اتجوزت وخلفت وكده اخترت ان انا يعني افضي نفسي لعيلتي ولابني وما قدرتش اوفق للحقيقه والله احسنت الاختيار الاسره هي رقم واحد للمراه اكيد اكيد انا عندي لو اي حاجه شغل وعندي بنتي جوجو اقول لا جوجو انت ميزه اللي عندك مش موجوده عند كتير لا من جيلك ولا من الجيل الجديد انك مش في ثقافه مش بس بتغني بتلحني بتكتبي الاستاذ عزيز المصري لا شك موسيقار انا عايزه اطرح السؤال عليك عندك مايكروفون طبعا الميكروفون انه هذه الخلطه اللي موجوده عند مليحه خلطه انها بتكتب بتلحن ازاي بتحصل في البيت بيطلع معها الكلام في الاول ولا اللحن ولا ايه هي ساعات بيطلع معاها الكلام هو دايما الكلام يعني بيطلع معاها وتقعد تدندنه فبقعد اكتب منها اعتقد انك بتعزف على اكثر من اله مش بس الكمان بعزف عود بعزف فيولا بعزف عود. بعزف اكيد بترافقها بالعود لان العود هو الافضل هو للدندنه هو الاولى بس قلت حبيبه قلبه والكمانجة طبعا طبعا الكمانجة دي يعني عمي كان واحد من كبار عازفي الكمان فانا عاشقه اسمه فيليب الطبر كان يشتغل مع فرقه الرحبنة الاخوين رحباني فعارفه الكمان بيعمل ايه بيخليك تعيط وبيخليك تفرح صديقتي بعد انشاء الاسره لا شك انك انت عملتي الحان جديده واغاني جديده أكيد. انا عندي مليون سؤال بس لما يبقى معايا مطربه بحجم مليحه التونسيه نقول لها تغني طول ما هي قاعده تغني ممكن اسمع ولو كوبليه ورفران عشان اكسبك اكتر واكتر من أكيد. كذا أكيد. اغنيه تختاري لنا تغني ايه نقول لك كفايه نورك عليا كفايه نورك طيب. عليا نقول الحان كلمات مين كلماتك لا طبعا دول انا بغني للناس اللي علمونا الغنى الله مدارس زي مدرسه عبد الوهاب محمد الموسيقى الكبير محمد عبد الوهاب محمد الموجي الطويل الاغنيه يعني دي اسمها ايه دي اسمها كفايه نورك عليا غناها كفايه نورك عليا غناها عبد الحليم وهي من الحان كمال الطويل واظن الشاعر مأمون الشناوي اتفضلي الحلاوة دي ايه الغنى بتمكن غبتي ما غبتيش انت كنت بتتمرني في البيت لانه ده صوت مش سايب الغنى خالص بس ما شاء الله عليكي عارفه اصول الغنى
طبعا بتتمرن فعلا على طول. مش بتتمرن فعلا يعني على طول. لانه ده صوت بيتمرن. بتتمرن على طول فعلا كل ده يوم. ده صوت بيتمرن، ده صوت ما فقدش مش من هنكذب عليك يعني. من رونقه، ما فقدش من حلاوته. مليحه اللي سمعتها من مش عارفه قد ايه، لسه بداياتي وقتها كنت صغننه، كنت جايه من تونس. أيوة صغيره قوي. يا ريت لحقت اجيب الماده اللي جمعتني انا وانتي وانا صوتي رفيع لسه. لا لا بتجنني بتجنني، كان حضور ومسيطرة على القعدة كلها. انت عارفة انه في مصر ما بيعرفوش اني انا مذيعة، هم تفاجئوا انه الله دي متمكنة ازاي. لا لا انا بدايتي مذيعة. مادلين طبر فأولها اعلامية اكيد. كنت يعني باربرس. انا اتفاجئت بيكي ممثلة على الحقيقة يعني. اتفاجئتي لما مثلت. يا كنت جميلة جدا. الله يخليكي. خصوصي بحبك قوي في المسلسلات التاريخية. يعني فظيعة صراحة يعني. نيجي لتونس بقى. نيجي لا شك انه في فرق يعني، في مدارس في الغناء وفي الوان، وطبعا استاذ الموسيقار عزيز المصري معانا يساعدنا في ده، انه اللون التونسي له مفرداته، له مقاماته، وله طريقه انشاده غنائه. برافو عليك. مش كده؟ برافو عليك. فمليحه التونسيه ده اسمها، واشكرك انه حافظت على ده. لازم تغني لي تحيه لتونس دلوقتي اللي تعاني اشد العذابات الاقتصاديه زي بيروت كده. نغني لتونس. تغني حاجه لتونس. هتبقى كويسه. انا مش عارفه محضرين ايه، معلش يمكن الخبط لاني فرحانه بيكوا. فنغني تونسي. يعيشك. انا هغني اغنيه فعلا هي من الفولكلور، وكانت الاغنيه اللي اتعرفت بيها. صحيح انا عرفتها، واعتقد الناس كلها بتحبها، غنوها كتير يعني من بعدي. قالوا لي اللي غاروا مني. بالظبط. قالوا لي عشا عشا. يلا بنغنيها سوا. بنغنيها سوا طبعا. اسبانيش. لمون اللي غاروا مني. أرجوكي أرجوكي أبوس راسك الجميل، ممكن تطلعي لا 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 الحاجات اللي هي ما بين الأندلسي والأسباني اللي انتوا بتقولوها في تونس وبتجننوني. عناي الموال المجنون. افتحي ما تخافيش. حلوة يا دنيا ليكي. كلنا أذان صاغية. لا 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 لازم بقى. أيوة أيوة أيوة. الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. جاوبت اللي جهل وفني، خذوا عيني شوفوا بيها، خذوا عيني شوفوا بيها. لاموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. لاموني اللي غاروا مني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. حبي في سماها وهم يقولوا لها الصمرة، اش فيها حتى تهواها، قلت لهم احلم من الطمرة، والعالم كله شاريها. ولابوني اللي غاروا مني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها. لابوني اللي غاروا مني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. جاوبت اللي جهله فني، خذوا عيني شوفوا بيها. الله الله. يعني هو
مش ما نقدرش نقول ان هو اسباني لانه اندلسي شرقي تونسي، ادائك الرائع، الخلطه دي السحريه بتاعه الالوان دي. انا حابه اول ضيفه في برنامجك ولا ايه يا استاذ عزيز؟ هكون ضيفه في برنامجكم. انت تشرفي اي حد. يلا قولوا لنا بقى علينا. مفاجاه كده حلوه يا دنيا. ذكرتينا كويس. طبعا قولوا لي بقى الاخبار الجميله، هنسمع الاستاذ عزيز المصري موسيقارنا. ان شاء الله بتحضروا البرنامج استعراضي ولا هيبقى ايه؟ لا هو برنامج موسيقي طبعا، اسمه سلطنة في مقام. حلو قوي الاسم، جميل. البرنامج انت حضرتك قلت من شويه ان التونسي ليه طعم، صح؟ قلت المقام ليه طعم. فعلا العالم العربي بين كل بلد وبلد المقام الواحد بيختلف تناوله من بلد لبلد. طبعا فاحنا هناخد مثلا في السلطنه في مقام البياتي في بالحلقه دي. ما تكشفش البرنامج، حرام. لا مش مشكله، عشان يسرقوا الفكره. مش عايزين حطيناه في المصنفات. خلاص حطيتوه. لانه نفس البياتي في العراق مختلف عن البياتي بالظبط، في السعوديه مختلف، في اليمن مختلف، في مصر ام الدنيا مختلف، في المغرب العربي ككل مختلف. حلوه الفكره قوي، حسوا كده. فهيبقى اليوم كله مثلا بياتي، او اليوم كله رصد، يا سلام، او اليوم كله هزام. عارف انه هيبقى لاول مره استفيد من معلومه وانا بتفرج على برنامج. هنغني الشام فعلا بالظبط. وقت اللي صورنا من بعد اذنك صدق. لما صورنا احنا عملنا حلقه بايلوت، كل الناس اللي كانت موجوده اتعلمت، خرجوا، كانت حلقه الرصد، خرجوا من السلطنين في الرصد، عارفين الرصد. البرنامج وما قدمش من ورا ولا معلومه قيمه، ده بيبقى عيب. فانتوا عاملين الاعداد اللي هو يضمن ان شاء الله النجاح. بس كده فرصتي قلت، انا لا برقص ولا بغني بقى. لا لا ازاي. انا بسمع حلو. بسمع كويس. بسمع كويس. وكمان دي ميزه، يعني مش كل الناس بيقدروا يسمعوا او يلقطوا ايقاع. لما كنت شغاله معاك الديفرنت بين المقامات من الدول دي، ما حدش اي حد بياخد باله الا اذا كان موسيقي او سميع قوي. يعني انا لما قدمت برنامج اغانينا من 20 سنه قدمته عن المقامات، ولكن كان متجه الى نقطه ثانيه، نقطه الاكاديميه. نقطه الاكاديميه، كنت اكاديميه قوي. لا انا بجيب الفكره ان احنا، هو دي فكره مريحه على فكره، ان هي مليحه. ايوه كده. ممكن تسمع البياتي في العراق بطريقه، في الشام بطريقه، في اليمن في طريقه، في الخليج بطريقه، في مصر بطريقه. انا مش عايز احرجك، انا مش عايز احرجك، بس لو تقدروا تسمعوني بياتين من بلدين والاختلاف بس بمطلع. لا خلينا في الراست بقى. راست نسمع حاجه كده، هنقول ولو في احراج نقلب على طول. مش عايز احرج. لا أو انا مش عايز ذاتي اقول اي حاجه. مش عايز تحرق. يعني سوري. لا معلش مش عايز تحرق. لا مش بحرق. انا نسال بس الاستاذ فيدي جورج، وهو اكتر حد متحمس من بعدية ليكي. عندنا كم دقيقه انا عايزاها تغني؟ اولا اشكرك. الاستاذ فادي بيقول انه لازم نقفل بغنى، فعشان ما نخشش. انا عايزاكم في 10 حلقات مثلا كده ان شاء الله. يا اوكي نعمل. استاذ عزيزي المصري نورتنا يا مايسترو. عايزين نقفل باغنيه وتولعوا الدنيا في حلوه يا دنيا. انا هغني على النيل، النهر الخالد. هقول حاجه صغيره. اتفضلي. ترتاحي توقفي ولا لا؟ اتس اوكي، ماشي الحال. يعني غني براحتك. احسن ليا. بصي انا هقول لك حاجه عشان النفس وكده. لو وقفت فادي الاضاءه تمام. للاسف مش عاملاها. تبقى معانا جميله كده لازم توقف حبيبتي. بصي ست الهوانم، انا لغايه ما سقف لك يعني الوقت شغال، عشان مش عايزاكي تكروتي الاغنيه. فاشتغلي لغايه ما سقف لك، يعني خلص الوقت. خلاص لما تخلص هو ما خلصش الوقت نعيدها. مش مشكله. خدوا وقتكم. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ضم
شابت على أرضه ويسأل